الأطنان الحديد، هو هدف العقابد إيمن تانوس بين أكادير ومراكش. شوف شوف كيفاش هو هذا، شوف خلى الفان، شوف شوف شوف، ما فهمتش أن الناس هادو علاش كيغامو بحياتهم. كاميون أرموكا متهالكة تعاود تمشي في لوتوروت، هو مصازي 30 طن الحديد ولا ما عرف شحال، وماشي في ديك العقابة. شوف 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 كيفاش هو هاد مسكين، شوف شوف الحافظ الله الدخان هنايا المرويات، شوف 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 كيفاش هو هذا، شوف بنادم كيغامى بحياته، بنادم كيغامى بحياته، هادشي اللي كاين. شوف حافظ الله الحمد لله اللي طيق خويا، الحمد لله اللي طيق خويا. شوف 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 مع ما عجب الفيران مع ما يجيبوشي، شوف شوف كيفاش هو هذا، هو اللي كيزندق. شوف 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 مسكين، شوف شوف والله العظيم مغامى بحياته، زعما نشيفه ماشي زعما هادي. شوف مسكين قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إي والله لا حول ولا قوة إلا بالله. بنادم كيغامى بحياته في هاد الطريقة هادي، هاد الطريقة هادي خاصها الحديد صغير، أما الحديدة مصاجية أرموكا مصاجية الحديد 30 طن 40 طن خاصها تمشي في لوتوروت. انقلبت شاحنة محملة بأطنان من الحديد في الطريق الوطني الرابطة بين أكادير ومراكش. وذكرت مصادر من عين المكان أن الحادث نجم عن قطع مفاجئ لفرامل الشاحنة، ما جعل السائق في وضع حرج حيث لم يعد يتحكم في هذه الأخيرة، ما جعلها تصطدم بقوة بجانب الطريق الوطني في مشهد مروع. هذا وخلال الحادث الذي فتحت بشأنه عناصر الدرك الملكي التحقيق، أصيب السائق إصابة بليغة، كما تعرضت الشاحنة لخسائر كبيرة.